السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، عندما تخرج إلى مثل هذا المكان الطيب المبارك، فلا تغفل هذا المكان من أن تجعل فيه شاهدا لك يشهد لك عند الله عز وجل. فإن كل بقعة تذكر الله فيها وتقيم فيها شيئا من عبادة الله عز وجل تأتي يوم القيامة وقد شهدت لك. ألا تقرؤون سورة الزلزلة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ما معنى تحدث أخبارها؟ يعني تخبر كل قطعة من الأرض عما عمل الناس عليها، وتشهد لكل من مر على هذه الأرض. فاجعل من هذه البقعة، من هذه الرملة، من هذا الوادي، من هذا الفرش، من هذه السبد، اجعل منها شاهدا لك يوم القيامة بركعتين، بتلاوة آية، بذكر لله عز وجل، بكلمة طيبة، بأمر تفرح به إذا لقيت الله سبحانه وتعالى، وحصل أن شاهدت أعمالك ووضع كتابك بين يديك، كما قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا تحقرن شيئا من المعروف، ولو أن تقول سبحان الله وبحمده وأنت تمشي بقدميك على أرض مثل هذه الأرض، فإن ذلك مما تسر به يوم القيامة بإذن الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسعون في الأرض بالخير ويقيمون عبادة الله على كل بقعة يمرون عليها.